السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سقف ونحط فيه الميول. هقول له انا هنا عايز روف، تمام، اقول له روف باي فوت برنت اللي هو العادي بتاعنا. ممكن اقول له فان سلوب، لا انا مش عايز فان سلوب دلوقتي، انا هبدأ ارسم السقف بتاعي عادي. ده هرسمه في ليفل 1، عايز ترسمه في اي ليفل تاني تقدر ترسمه في الليفل اللي انت عايزه. خلينا نقول ان احنا هنرسمه في ليفل 2، تمام. اه ده السقف بتاعي، وقلت له موافق، تمام. اختفى ليه؟ لان احنا قلنا له ارسمه في ليفل 2. طب تعالى نطلع على ليفل 2، تمام. طيب مش موجود، ليه مش موجود؟ هتلاقي غالبا كروب فيو. اهو ظهر هو قدامي. طيب هعمل سيلكت كده، تمام، وهقول له اد سبليت لاين. يعني ايه؟ يعني انا عايز اضيف خط هنا في النص بين الاتنين دول، فاجي هنا من المنتصف للمنتصف. الخط ده مش هيعمل تأثير دلوقتي، لان هو نفس الارتفاع، تمام، فمش هتحس الفرق خالص. امتى بقى نحس الفرق؟ لما نحط نقطة ويكون ليها ارتفاع مختلف. يعني لما اقول له اد بوينت، تمام، واقول له بدل ما اخليها زيرو مثلا خليها بالموجب او بالسالب. يعني لو خليتها بالموجب هتطلع لفوق، لو خليتها بالسالب تنزل تحت. موجب مثلا 20، تمام، وهحطها مثلا في النص هنا، تمام. خلي بالك دي الميول اهي اتحصلت، تمام، وبرضه هحطها في النص هنا. اوكي، طيب هدوس اسكيب عشان نخرج من الامر، تمام. او الروف اتعمل اهوت بالشكل دوت. تعالى جو تو فيو، خلي بالك من الارتفاع البسيط دوت، تمام. طيب خليني اقول له خش في ليفل 2 تاني، حرك السيكشن جوه، حرك السيكشن جوه على اساس لو في اي طبقات يبدا يشوف الطبقات ديت، تمام اهي. طيب ده كده احنا عملنا النقط دي، ممكن في اي وقت تعمل عليها سيلكت وتبدا تطلعها وتنزلها زي ما انت عايز. موديفاي سب اليمنت وتختار وتعدل، تطلع وتنزل زي ما انت عايز، تمام. تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه. طيب خلينا نعمل سيلكت عليه واقول له ايديت. طيب انت عايز اني طبقه من الطبقات ديت هي اللي يحصل فيها تعديل؟ اتعلم على الفاريبل. يعني لو انت عايز التعديل اللي يحصل في الطبقه اللي تحت، اتعلم على الفاريبل ديت، هتلاقي دي اتنقلت، فهي دي اللي هيحصل فيها الزياده الطفيفه اللي احنا عاملينها.